مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زيارة خاصة. حكي الكثير حتى اليوم عن اغتيال الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف. البعض قال إن القائمين على السلطة أنذاك هم الذين قتلوه، وآخرون اعتبروا أن للإسلاميين مصلحة في هذه الجريمة. ولكن ماذا عن السيدة التي حملت سره طيلة حياته؟ السيدة فتيحة بوضياف، أرملة الرئيس الراحل محمد بوضياف، ضيفتنا اليوم في برنامج زيارة خاصة. لم يكن من السهل اللقاء بالسيدة فتيحة بوضياف، ليس لأنها مقلة في الكلام أصلا، ولكن بسبب مرضها، حيث أن قلبها الذي أحب محمد بوضياف منذ اللقاء الأول ربما لم يعد يحتمل أثار صدمة الاغتيال وفراغ الترمل بعد رحيل الزوج والرفيق والحبيب كما تصفه. وقد سألتها بداية أين تعرفت على الرئيس الراحل محمد بوضياف. تعرفت عليه للمرة الأولى في السجن في شاتو دونوا في فرنسا. في فرنسا رأيت الآخرين، أولا بمبلا، ثم التقيت به في الممر وبدأنا نتحدث، فسألني من أين أنت؟ فأجبته أنا التي أرسلت لك الرسائل، كنت أتلقى رسائله وأرسلها له في السجن. شو السبب؟ ليش أنت كنت تتلقي رسائله؟ لأن ابن عمه كان في السجن مع والدي، فعندما كنت أزور والدي كان يعطيني الرسائل. فعندما ترسل الرسائل بهذه الطريقة لا تتعرض للرقابة، إذن كنت أعطيه رسائل ابن عمه، كنت أرسلها له من الخارج. يعني أول لقاء حصل في السجن، ومباشرة شعرت أنه سيكون زوجك هذا الرجل، خصوصا أنه كان أكبر منك بالعمر. كان أكبر مني لكنني لم أعر مسألة العمر انتباها، بل تحدثت معه، وعندما طرح الموضوع قبلت. الرئيس الراحل الذي كان يعرف في خلال الثورة الجزائرية باسم سي الطيب الوطني كان قد بدأ حياته مناضلا ومكافحا ضد الاستعمار، ومن مسيلة التي ولد فيها عام 19 إلى رئاسة الجمهورية التي استشهد قبل أن يهنأ بها، عاش محمد بوضياف قصة عمر صقله النضال وجففته المنافي، وعاش قصة وطن ساهم باستقلاله وقتل لأجله بعد نصف قرن على هذا الاستقلال. البعض قال إنه لم يكن يعرف عن الجزائر شيئا لأنه عاش بعيدا عنها في المملكة المغربية المجاورة، والبعض الآخر اتهمه بالبساطة السياسية، ولكن الجميع مقر بنزاهة كف الرجل الذي كان في طليعة من أشعل الثورة عام 45، ثم اضطر إلى اللجوء إلى فرنسا ثم سويسرا حين ضاقت به أرض الوطن لما اختلف مع الذين تسلموا شؤون هذا الوطن بعد الاستقلال. فهو ناهض الرئيس الأول بعد الاستقلال أحمد بن بلة، ثم ناهض انقلاب هواري بومدين على بن بلة، واختار اللجوء إلى المملكة المغربية حيث له فيها رفاق نضال، وبقي في المغرب 28 عاما مع زوجته وأطفاله. حينها طرق الجيش الجزائري بابه باحثا عن شرعية ثورية تاريخية تنقذ البلاد من كبوتها، فقتل لإيمانه بأنه قادر على إنقاذ الوطن. فكيف كان يعيش في المملكة المغربية مع زوجته السيدة فتيحة وأولادهما؟ كان يعمل في المكتب. كان عنده أصدقاء في المغرب؟ ليس الكثير منهم. كان هناك الدكتور خطيب، وكان يذهب لزيارته أثناء مروره بالرباط. دكتور عبد الكريم الخطيب كان صديق شخصي، كان صديقه من أيام المقاومة. لم يكن لديه أصدقاء في القنيطرة،
كما تعلم، لعله دخل منزلا أو منزلين مرة واحدة في كل فترة المنفى. لم يكن يحب زيارة الناس في منازلهم، كان يقابلهم في الخارج. طيب شو السبب؟ يعني كان ما يحب الاختلاط بالناس، هو طبعه هيك. كان يقول: هذا ما أريده، فاليوم الذي سأموت فيه أريد أن أترك مكاني نظيفا. هكذا كان الحال ببساطة. كان يرتدي ملابسه في 8:45 ويوصل الأطفال إلى المدرسة، وبعدها يذهب إلى المكتب، ثم يعود في 10:10 ظهرا فيتناول طعامه ويأخذ قيلولة قصيرة، ثم يرافق الأطفال إلى المدرسة ويذهب إلى المكتب ويعود إلى المنزل في 5:00. كل يوم نفس الشيء. كل يوم نفس الشيء. كان يتابع أخبار الجزائر؟ كيف؟ بالتلفزيون، في الصحف؟ تلفزيون، صحف، كتب. وغير ذلك. فمثلا كان يقرأ صحيفة لوموند، وكان دائما حسنا، ليس دائما لكن أحيانا، كان يقرأ كتابا. كان يطلب مني شراء بعض الكتب، وكلما كنت أذهب إلى فرنسا كان يعطيني قائمة بعناوين الكتب التي يريد مني إحضارها والتي تتناول موضوع الجزائر. ما كان يقرأ إلا كتب عن الجزائر؟ لم يكن يقرأ عن الجزائر فقط، كان يقرأ بين الحين والآخر كتبا مثيرة للاهتمام ليشغل نفسه بشيء، لكن الجزائر كانت موضوعه المفضل. خبرني السيد عبد الكريم الخطيب في لقاء معنا بالبرنامج أنه نصحوا بعدم العودة إلى الجزائر. أجل صحيح الكلام؟ قالوا بون باسكو سي خطيب. فالسيد الخطيب كان منفتحا أكثر تجاه الإخوان المسلمين، لذلك لم يكن الوقت ملائما بالنسبة له. كان خايف أنه يتعرض لسوء الرئيس بوضياف. أجل كان محمد بوضياف قد وصل إلى الجزائر في 16 من كانون الثاني 1992. عاد المناضل التاريخي إلى وطنه بعد 28 من الغربة القسرية. كان الرجل القوي أنذاك في المؤسسة العسكرية خالد نزار قد أرسل إلى بوضياف الوزير السابق علي هارون لإقناعه بالعودة، وتم تكليفه بداية برئاسة المجلس الأعلى للدولة. وجد بوضياف نفسه يسير على السجاد الأحمر، لكنه بقي حذرا من الكثير من المحيطين به. حسنا، للإجابة بعد 4 من النقاش مع هارون أجابه بأجل، وكان يفترض بهم إرسال الطائرة له في صبيحة اليوم التالي، وكان يفترض به العودة. ثم اتصل بصديقه رشيد كريم وطلب إليه الحضور، ومعا تبحثا في الوضع. وكان هناك مناضل آخر في الحزب قال له إنه إن رجع إلى الجزائر فسيحدث حمام دم. لذلك في تلك اللحظة ثم شاهد على التلفزيون